السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جاي لكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ زي ما احنا شايفين كده بإذن الله هناخد جولة في عمود السواري. ايه هو عمود السواري وفين منطقته وكل الكلام ده هنتكلم عنه. يا ريت ما ننساش لايك وشير واشتراك في القناه وفعل زر الجرس على كل عشان يوصل لنا كل جديد. واكتبوا لي تحت في الكومنت حابين فيديوهات عن ايه تاني. بس كده ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. الحمد لله كنت عامله حسابي المره دي وجايبه الفيزا وقطعنا التذاكر. التذكره عامله 20 جنيه للفرد، اما للطلاب فهي عامله 5 جنيه. طبعا ده بالنسبه للمصريين فقط، والدفع فيزا مش كاش. خلاص اي حاجه من الحاجات الاثريه عموما كلها فيزا دلوقتي. كل شويه اسمع عن عمود السواري، عمود السواري في ايه؟ عمود السواري ده ما نروح نشوف عمود السواري. صراحه رحت وما كنتش اعرف عنه اي شيء اطلاقا، ولا عن المكان ولا في ايه هناك موجود ولا كل الكلام ده كله ولا ايه حكايته خالص. قلت لا، ما ينفعش الانسان يكون في بلده وفي حاجات ما يعرفش عنها حاجه او ما راحهاش او ما شافهاش قبل كده، فلازم على الاقل الحاجات دي يعني تتراح حتى مره في العمر. المهم ان المكان ده في كرموز، تقدروا تركبوا من قدام شارع القاهره او من الساعه حاجه رايحه كرموز، بتشاوروا لها العلامه اللي هو 2 كده، علامه السلام دي، وبتنزلوا الاخر عند كرموز، ومن هناك بقى بتاخدوا توك توك يوديكوا عمود السواري. احنا كنا رايحين كرموز اصلا لهدف تاني، وبعدين لقينا بقى عربيات سياحه كبيره كتير ما شاء الله اللهم بارك، وناس بقى عمالين ينزلوا. فقلت يعني مش معقول الناس تبقى بتنزل من بره علشان تشوف الحاجات اللي عندنا واحنا نبقى في البلد ومش عارفين. المهم ان انا يعني حصل شقلباظات كتيره في اليوم ده، نزول وطلوع اماكن بقى فيها كده مش عارفه دي حاجه زي الاخدود كده، طبعا يعني الاخدود بيبقى اعمق بكتير. المهم يعني كان في حفر عميقه وحاجات، فالواحد كان بينزل وبيطلع منخفضات ومرتفعات الحمد لله. ويقال ان العمود اتسمى بالاسم ده نتيجه الارتفاع الشاهق اللي هو فيه ما بين عواميد اخرى، يعني حوالي 400، واطول عمود ما بين 400 عمود تاني. هو بيشبه يعني الصواري بتاعت السفن، علشان كده العرب اطلقوا عليه عمود السواري، واللي هي بعد كده اتحرفت بقت عمود السواري مش الصواري، عشان هي بصراحه هتبقى تقيله قوي على اللسان لو اتقالت الصواري دي. هناك كده البوابه والمدخل زي ما احنا شايفين. المواعيد بتكون من الساعه 9 لحد الساعه 4، وبيعد العمود ده كخامس اطول نصب تذكاري، فهو عمود روماني اثري طبعا بيكون موجود في الاسكندريه في مصر، وبيعد من اشهر المعالم الاثريه في اسكندريه. المفروض ان العمود ده اقيم فوق باب سدره ما بين مدافع المسلمين الحاليه وما بين هضبه كوم الشقيف. طبعا مدافع المسلمين الحاليه اتسمت حاليا بمقابر العمود. المهم زي ما احنا شايفين كده ان هو مبني حاليا فوق تل، وهو طوله حوالي 27 متر ومصنوع من الجرانيت الاحمر. وبيقال ان ابن بطوطه لما زار اسكندريه برضو، طبعا كلنا عارفين ابن بطوطه الرحاله المسلم، زار اسكندريه 1326 ميلاديا، وقال من غرائب هذه المدينه العمود الرخام الهائل اللي هو موجود بخارجها ده، واللي بيتسمى بعمود السواري، وهو متوسط في غابه نخل ممتاز عن الشجرات سموا وارتفاعا. يعني المفروض ان هو كان حواليه شجرات تانيه، فهو كان اطول الشجرات دي وعالي كده ومرتفع. يعني المفروض ان هناك كمان في مكتبه، بس حاليا كانت مغلقه، كان في اعمال صيانه وحاجات كده. وعموما بما اني اول مره اروح المكان، ف يعني كنت محتاجه يكون حد عارف الحاجات عن الحاجات الكلام ده علشان يوجهني واعرف اروح فين وانزل فين والكلام ده كله. لان طبعا في حاجات الانسان ما بيعرفش يدخل فيها، يعني مش عارف هو داخل فين او ايه موجود هنا. والدنيا كانت يعني خلاص الناس سياح، عقبال ما انا نزلت كان هم اتكلوا على الله مشيوا، ف ما كانش في حد قدامي. طبعا لما طلعت على البوابه بره قلت له مش عارفه ادخل الانفاق وكده، قال لي لا ادخلي ده في ناس وفي سياح وفي مش عارفه ايه وكده. فدخلت مش عارفه، انا ما توصلتش بقى للحته اللي الناس دخلوا فيها ولا ايه. المهم حاولنا جهدنا ان احنا نجيب المكان كله ونغطيه قدر الامكان. عايزه اقول لكم كمان لو رحتوا هناك ما تنسوش تنزلوا تشوفوا مقابر كوم الشقافه اللي هي الكاتاكومب، على طول جنب المكان 3 دقايق مشي يعني على نفس السور كده بتمشوا. يعني اسألوا على البوابة وانتوا خارجين وروحوا علشان برضو تبقوا شفتوا كل المعالم الموجودة في المكان،
ما تروحوش وتيجوا كذا مره. ما روحتش بقى بسبب ان اولا ما كنتش عامله حسابي في اليوم ده، كنت داخله المكان شايله حاجات اللي احنا نازلين اصلا عشان نشتريها من كرموز وكده، فاللي هو اصلا ما كانش خالص ضمن الخطه. ولكن بما اننا واحنا جايين شفنا الناس كده بتنزل والاتوبيسات، فقلنا واحنا راجعين لازم بالمره يعني طالما انا في المكان. ما كانش ينفع اروح مكان تاني بالحاجات اللي انا شايلها دي، لان بجد كان الموضوع ضاغط عليا جامد. ثانيا ما كانش هيتوفر وقت معايا وهما بيقفلوا الساعه 4. المهم المفروض ان في سلم تحت الارض وفي تمثالين شبه كده ابو الهول مصنوعين من الجرانيت برضو، وتاريخهم بيرجع لعصر بطليموس السادس، وواحد فيهم متناقش عليه للملك حور محب من الاسره ال18، حاجات كده من التاريخ ومحبين التاريخ. معرفش عنها حاجة بصراحة، بسبب ان دراستي كانت في الجانب العلمي مش في الجانب الادبي كل خالص. بقى ما يخص العصر الروماني واليوناني مش عارف مين واليوليوس قيصر وكل الحاجات دي، يعني سمعت عنهم كده في مراحل التعليم الاولانية وخلاص على كده. واخيرا وصلنا للي تكبدنا عشانه كل العناء والمشقة ده علشان نشوفه من قريب لازم كده. الإنسان يحاول يعرف عن كل شيء ولو شيء بسيط، ويعرف بقى عن شيء واحد كل حاجة بعد كده. يعني الإنسان ياخد معلوماته من كل حتة بسيطة قشور علشان يبقى عنده خلفية في مناحي مختلفة من العلوم، وبعد كده بقى يبدأ يتخصص في دي الحاجة أول اللي هو مرة بيحبها. اللي عايز يمشي. ايه مش هنغوط علشان احنا داخلين في اماكن الاماكن دي ايه مجهولة بالنسبة لنا. اكتشف يا نهار ابيض المرات دي بقى اتمشى بيها في اتمشى بالليل فيها. لا ده لسه بقى، خلينا نتفرج من فوق احسن أأمن ألطف. الحفر دي كان بيتعمل فيها ايه بقى؟ احنا ماشيين من بره دي ارض الدنيا فضية خالص. احنا جايين كان العربيات سياح ما شاء الله كتيرة. الحاجات دي دخلاتها قوية كده. ده كان معبد النقوش بقى الفرعونية دي ولا ايه؟
الحاجات دي كنا بنشوفها في كتاب التاريخ بس، الصقر والعين والحاجات دي ترجمات بقى، ده حرف البيه وده حرف الكده. في حاجة ايه تاني؟ تمثال مفقود، راس الملك، رمسيس الثاني، الجرانيت الأحمر، الراس مفقود. السهم ده الطلعات دي محتاجة لياقة بدنية عالية بصراحة، ناس كده بتوع جيم وكلام من ده، كان الناس الفافي يقعدوا يتفرجوا من بره زي كده. نزلات بقى المفروض ان هي تتنزل. ماي جاد، منطقة عمل كل ما رحت الاقي مكتوب فيها منطقة عمل. اوكي هقطع العباية عادي. دي نزلات ما شاء الله، شو هاديو شو هادية النزول ده ايه، وبعدين اخرته ايه النزول ده، مش عارفة انا لو نزلتها هل طرف اطلعها ولا لا. ينزل في حتت مش المفروض ان هو ينزل فيه. النزولات دي خطيرة جدا بالنسبة لي يعني، ممكن الشباب ما تكونش كده بقى عشان هما متعودين على الحاجات دي. خبر ابيض، حاسه ان هو طلع عيني في الشويه دول. ايه ده، بص انا نزلت ايه، طلع ازاي دي تاني دلوقتي مش عارف. والله الانسان نزل نزول وطلع طلوع، انا خلاص مش عارف اخد نفس. يا نهار ابيض، والله العظيم النزلات عاليه قوي، طلعت عليه قوي برضه. ركبت تاني مرة في المكان اللي بيقول ربنا ده، عشان بعد ما دخلت على البوابة قالوا لي ننزل تحت، ممكن تكون الشبكة مقطوعة، قالوا في ممرات، في ناس جوه، في أجانب، يعني إن شاء الله مفيش أي خوف أو حاجة. الناس أهم ايه، مفيش حاجة هنا؟ هو انا لسه بقول انا خايفة ادخل كده نهاية الممر ده دلوقتي. ده مقفول كده ولا ايه؟ مقفول. رحلتين
موضوع مخيف يا جماعة. على قمة الجرف، يا خبر أبيض. هذه أهو، هذه حاجات دي مرات، هذه البوابة من هنا جاية. يا عادات اهو، المفروض نقعد نريح رجلينا بعد اللي حصل جوه ده. الحاجات دي محتاجة صحة، محتاجة شباب، محتاجة نشاط، محتاجة عضلات. كل دول لو نقصت منهم واحدة محدش يدخل هنا.